تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئه من اصحاب الجلاله والسمو والفخامه ملوك وامراء ورؤساء الدول العربيه والاسلاميه الصديقه بمناسبه احتفال مملكه البحرين باعيادها الوطنيه احياء لذكرى قيام الدوله البحرينيه الحديثه في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.